بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. ليست الخسارة في الخسارة ولكن في عدم التعلم منها. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد جديد في الحلقة 668 لقاء الخميس من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة تأتي في توقيت مهم، في كلام مهم جدا، لكن في البداية هذه أبرز العناوين. مقالي ومقاله اسمعوها من مانديلا. الغربال فقط هي الجولة الثانية، وبعظمة لسانه ما صدقوا. الشموع الحمراء أحمد حسنين باشا. أسرار الملك في لافيو والرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده الحقيقة المحتوى اللي موجود النهاردة. لكن قبل ما نروح لأولى فقراتنا، عايزين ننعي رحيل واحد من رموز الحركة الإدارية الرياضية في مصر، المهندس حسين صبور، الرئيس التاريخي لنادي الصيد وواحد من أصحاب التجارب الكبيرة جدا في إدارة الأندية. رحل عن دنيانا اليوم، ونعاه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة النادي والعاملين في النادي وأعضائه. خسارة المهندس حسين صبور ليست فقط في المجال الرياضي ولكنه في كل مجال عمل فيه كان في المقدمة. هو أكبر من المطورين العقاريين لا، كمكتب استشاري قبل التطوير العقاري. هو رجل يعني كان في كل العصور هو الشخصية التي يلجأ إليها عندما تطلب النصيحة الهندسية أو الإنشائية أو التخطيطية. يعني بإذن الله ما يتركش الفراغ الكبير والخيرة في أولاده اللي ماشيين على نهجه. ألف رحمة ونور على المهندس حسين صبور ورحيله. لكن كمان الكابتن محمود الخطيب نعى واحدا من زملاء الملاعب نادي المقاولين العرب النهاردة. فقد نجمه الكابتن محمد زمزم. زمزم عليه رحمة الله توفي اليوم بعد صراع مع المرض. والحقيقة كابتن محمد زمزم واحد من اللي صعدوا مع المقاولين من الدرجة الثالثة للتانية للدوري الممتاز في نهاية السبعينات، وكان له بصمة كبيرة على ذئاب الجبل. مؤكد هو واحد من يعني المدافعين اللي شاركوا المقاولين يعني رحلة الصعود ورحلة الانتصارات أيضا. رحمة الله على الجميع وتغمدهم برحمته بإذن الله. طيب النهاردة كمان اتحاد الكرة أعلن عشان يفصل بين الجدل المثار حوالين الفترة اللي فاتت مواعيد المباريات المتبقية. مباراة القمة في الدور الأول هتبقى إمتى؟ مباراة القمة في الدور الثاني هتبدأ إمتى؟ أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم مواعيد الجولات من ال 15 حتى ال 21. يمكن ما يهم فيها بالنسبة للنادي الأهلي، الأهلي والإسماعيلي، المباراة مؤجلة من الأسبوع ال 12، هتتلعب الساعة 7:30 يوم الأربعاء 10 مارس على استاد الإسكندرية. كان مقرر المباراة تتلعب في استاد برج العرب، الإسماعيلي طلب إن هي تروح استاد الماكس، الاتحاد قال لك في استاد الإسكندرية. حاجة ثالثة. بالظبط، ده الجدول زي ما شايفينه حضراتكم. الأهلي والزمالك هيكون في الجولة المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، هتبقى الساعة 9:30 يوم الأحد 18 إبريل في استاد القاهرة. يبقى القمة الأولى في الدور الأول هتبقى 18 إبريل إن شاء الله. والاهلي هيلعب مع سموحه يوم 21 ابريل، وهيلعب مع انبي المباراه المؤجله في يوم 24 في بيتروسبورت، ومع المصري في اللقاء المؤجل من الجوله ال 15 هيتلعب 27 ابريل في استاد الاسكندريه. الاهلي مع الجونه هيبقى في استاد السلام يوم 30 ابريل، الاهلي مع غزل المحله هيبقى الاثنين 3 مايو، الاهلي مع الاتحاد السكندري هيبقى في استاد الإسكندرية يوم الخميس 6 مايو، الأهلي والزمالك بقى القمة الثانية هتبقى في استاد القاهرة 9:30 مساء 10 مايو إن شاء الله. والله يعني الله يكون في عون الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية. يعني الحقيقة لما تشوف رحلة الأهلي ال 20 يوم اللي فاتوا، محدش يصدق. هذا التكدس
وهذا التنوع في التحديات وهذا الإرهاق مش بس في تتالي المباريات وأهميتها وإنك أنت لازم تكسبها كلها، ولكن أيضا في رحلات السفر والناس بتختصر الإرهاق في إنك أنت في مشوار الطيارة بس، لا أنت إنك تروح بيتك وتفك شنطتك وترجع تقضي يومين وترجع ترتبها وتروح المطار وتاخد زي بيقولوا إيه الاختبار اللقاح ده، يعني عملية إنك عايش على طول على سلك مشدود. ربنا يكون في عون ويقدر لعيبة الأهلي، هو ده قدركم، الأهلي عندما يدخل التحديات لابد أن يفوز فيها. طيب لجنة المسابقات كمان حددت مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، مباراة في الدور الـ 32 حددت لها يوم 14 إبريل الساعة 9:30 في استاد الأهلي والسلام، والجمعة إن شاء الله النهاردة أو بكرة لعيبة الأهلي هياخدوا الجرعة الثالثة للتطعيم ضد الملاريا بعد عودة البعثة من تنزانيا، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق كان حدد 3 جرعات للتطعيم ضد الملاريا للعيبة، حصلوا على جرعتين والثالثة الجمعة بكرة إن شاء الله. واضح جدا الجدول، هذا الضغط الشديد. عايز رأي طبي يقول لي الجرعات اللي عمالة بتتاخد دي وتأثيرها على الحالة الصحية أو البدنية، يعني جرعات التطعيم بتاعت الملاريا حاجات والحبه الصفراء بتاع، ما انت مشوارك الافريقي كده يعني هتلاقيك بتخرج من دي تخش في نوع تاني من التطعيمات، علشان بس نبقى مهيئين لكل هذه الامور ما نفاجئش في يعني التذبذب الهائل في الناحيه البدنيه نحطاط يعني باذن الله تعالى. ده كان ابرز الأخبار السريعة اللي عندنا في دفتر الأحوال النهاردة، لكن زي ما تعودتوا دايما وأبدا ضربة البداية مع مقالي ومقاله، اسمعوها من مانديلا. مانديلا هو الزعيم المناضل الأفريقي التاريخي الكبير نيلسون مانديلا، اللي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استوحى عبارته التاريخية الشهيرة، وكتب بيتسو موسيماني مغردا امبارح قال على صفحته الجملة التاريخية بتاعت مانديلا اللي ترجمتها لا تخسر أبدا، إما أن تفوز أو تتعلم واستجمع قواك دائما عندما يكون الأمر صعبا وكن متواضعا في النصر. شوف يا أستاذ إبراهيم، تويتة يعني أنا مستنيها من موسيماني الحقيقه، لما كانش قالها ممكن كنت اقلق. تقلق طبعا. ايه بقى التويت ايه سر انتظارك ليها؟ النجاح يا استاذ ابراهيم سلاح بحدين. فتخيل بقى النجاح التراكمي، ناجح 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 ناجح، والناس كلها بتشيد والناس قاعده مستنى اول اخفاق ليك. خلي بالك من النقطه دي. هو موسيماني في الحته دي مش اوروبي، في الحته دي هو افريقي زينا. ايوه شايل هم اعتقد زياده عن اللزوم شويه للسوشيال ميديا والكلام والاعلام، واخد باله من الحته دي. فاحيانا النصر والفوز المتتالي ياخدك في حته رجليك ما تبقاش على ارض الواقع، فتحتاج زي ما بيقولوا كده ايه، مشط كده فوقك ينزلك. الحمد لله ان المشط ده جه دلوقتي. وكمان لان لازم نفهم ان احنا في الاخر في كره القدم هذه المسائل طبيعيه، يعني واحنا بنناقش الموضوع بتاع الكبوه بتاعه النادي الاهلي انا عمال افكر بقالي يومين، استحضرني شويه حاجات كده هنناقشها يعني. انما كويس ان موسيماني فاهم ان في خساره وان عليه ان يتعلم منه، لان يتعلم منها انك بتدرس اسبابها وتحاول تتوقاها وتبقى انت كمان ارضك على ارض الواقع رجلك. وده الحقيقه يعني نيلسون مانديلا لما بيقول كده القصد ان الانسان لا يخسر، مفيش خساره، حتى وان فقدت شيء لكنه لو هتستفيد منه لو هتتعلم منه انت ما خسرتش حاجه، بالعكس انت صنعت مقومات المكسب اللي جاي، انت حولت ركام الخساره اللي انت شايفها دلوقتي الى معطيات حقيقيه تحقق لك النصر اللي جاي. عشان كده قال لك ما فيش حاجة اسمها تخسر، لا تخسر أبدا، ما تخسرش أبدا لو عايز تتعلم، إما أن تفوز
أو تتعلم. إذا ما تعلمتش يبقى خسرت. يبقى خسرت. هي الخسارة ألا تتعلم. دي الخسارة الحقيقية. ليه؟ لأنه هيتلوها خسارة، لكن لما تبقى عارف بالظبط أسباب الخسارة وتقدر تعالجها إزاي، يبقى أنت حطيت رجلك على الطريق الجديد للنصر الآخر القادم. درس كمان المهم جدا التواضع عند النصر، لأن الحقيقة ناس كتيرة بتفتقد هذه القيمة الإنسانية. فجأة الناس بتاخدها النشوة بتاعة الانتصار فبتبالغ، بتبالغ قوي، وربما تتخطى حدود إنسانية معينة. زي ما قلت لك كده دلوقتي، أنا أشعر أن موسيماني بيكلم نفسه، بيقول لنفسه هذا الكلام، خلي بالك، وعشان كده بقولك يعني مبسوط أنه قال الكلام ده، لأنه خلي بالك. واستجمع قواك دائما، يعني لما تخسر تتعلم وترجع تستجمع قواك تاني عشان ترجع تنتصر من جديد. الكلام ده مهم جدا، كلام مهم حتى للجمهور. الجمهور وهو بيتابع حالة فرقة ماشية ما شاء الله تالت العالم واخد انتصارات وعاملة الثلاثية وعندها فرصة لإضافة لقبين تانيين، والعالم كله بيضع الأهلي في مكانة عالية جدا في التتويجات، مش مجاملة ليه، ده بالأرقام. انت عارف لما تلاقي دايما وابدا كل الاحصائيات المعموله الاهلي الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن الجديد. ده الاهلي اللي من مباراه واحده الدنيا مقلوبه. ما هو كويس انها اتقلبت. ايوه. بس مش كويس ان احنا نستمر في القلبان ده. ايوه. لان ازاي معنى كده ان انت تبقى راجل عايز بتدور على السلبيه. ايوه. لكن ان انت دائما ترى ان الاهلي يستحق الفوز ولو انه امر غير واقعي قوي المستمر، يعني اقصد المتتالي، لكن لا في النص لازم يحصل كبوات، لكنه هو مفيد صحيا انك وانت بتخسر بتتعلم عشان ما تكررش الخساره او ما تعيش فيها كثيرا. لكن مساله انك انت عمال بتعد العداد وجمهورنا عايش نشوه 1 2 3 4 ويبدا الحديث عن الرابعه والخامسه والخامسة والسادسة اللي هي السوبر وسوبر الافريقي كل ده حلو، دي اتكلم وخلي ده طموح، لكن ما تخليهوش انك انت بتتكلم وكأنه حقيقة لم تحقق هذا. أيوه. انما عليك ان تسعى الى تحقيقه ولكنك لم تحققه بعد. أيوه. ليه؟ لان دائما وانت تفوز هناك من يعمل لا هو الاخرتها ايه، فانت بتحفز اللي قدامك ايضا ان هو يدافع يقابلك بدوافع مختلفه، حتى لو بدوافع انت مش شايفها صح زي ما حصل في سيمبا والاجواء اللي شبهوها بالحرب. انت لازم يا استاذ ابراهيم التواضع عند النصر. الكلمه دي بتعالج لنا مشكله ان انت تفوز وتصدق ان انت ما حدش يقدر عليك. لا، عشان تفوز تمسك باسباب الفوز اللي هي التواضع. ايوه. وخوف من اي واحد قدامك. انت وانت بتلعب بوكس ممكن واحد ما انتش عامل حسابه والله يمكن هو بيشوح تيجي في دقنك يوقعك. وانت الفرق كبير جدا في المستوى. ضربه عشوائيه توقعك. فانت لازم تتوقع هذا الامر وتتواضع، وهذه هي الرياضه، لا تنكسر عند الهزيمه وتواضع عند النصر. ده ملخص ما يجب ان نتعلمه من الرياضه. طيب، وعلشان تعرفوا الاهلي ازاي بيقدر يستجمع قواه ويقدر يتدارك اموره، شايفين الخبر العاجل اللي على الشاشه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنه التخطيط والجهاز الفني واللاعبين في اجتماع. طبعا الكابتن الخطيب ما لحقش يهني اللعيبه، ما لحقش يبارك لهم على الانجازات اللي فاتت، ما لحقش يتدارس مع الجهاز الفني خطة العمل في المرحلة اللي جاية، أو لجنة التخطيط تتدارس مع بيتسو موسيماني تفاصيل المشهد الأخير. فعشان كده كان هذا الاجتماع المهم جدا والعاجل اللي شفتوا خبره على الشاشة حضراتكم، علشان يكون الأهلي ازاي زي ما نيلسون مانديلا قال، ازاي بتستجمع قواك، ازاي بتهيئ نفسك من واقع أي كبوة أو أي تعثر، ازاي هتستعد علشان تنطلق انطلاقة كبيرة جاية إن شاء الله يا باشمهندس. مؤكد ان الكابتن خطيب هيكون بيقول لهم ما معنى هذا الكلام اللي احنا ايوه يعني هيقول لهم ايوه خلاص انتشينا ايوه ستوب ايوه لا خلي بالكم
ده في فرق ما احناش شايفينها لا بتستعد لنا ازاي. اي فاحنا مش هنستحمل كبوه اخرى. اه كله يتضاءل بقى وينسى نفسه، لان برضه يا استاذ ابراهيم ما يتم في التعامل مع لاعبي النادي الاهلي من اخبار انتقالات ومن اخبار تدعيمات ومن اخبار مين لعب ومين ما لعبش ومين كان بحجه النصيحه الفنيه، وهي ابعد ما تكون. لانك انت لما تقول فلان مركون ليه، فلان مركون ليه، يبتدي فلان ده يقول لك وانا مركون ليه. طيب انت هتدعم، طب وانت هتدعم ليه وانا ماشي كويس؟ لا خلي بالك ان اي دعم للنادي الاهلي هو دعم ليك انت عشان تكسب بطولات وترص في كاريرك. لكن انت لو الاهلي شبع من البطولات او اكتفى من التدعيم والتطور والانتقال الى الامام خطوه باستمرار، دي مرحله الهبوط. فكلنا لازم نتنبه واولنا اللعيبه وارجو، واعتقد الكابتن الخطيب بينبه لهذه الامور دلوقتي. خلي بالكم انتوا اللي عملتوه كويس، حققتوا اللي احنا طالبينه منكم، بس التحديات اللي جايه اصعب، لكن مش باحسن اسلوب. كان في اسلوب ممكن يوصلنا لابعد من كده. عشان كده كان هذا الاجتماع المهم اللي قلت لحضراتكم عليه دلوقتي، اللي بينتهي خلال هذه اللحظات للكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لكره القدم بالنادي مع الجهاز الفني ولاعب الاهلي لتدارس كل ما حدث والاستعداد للانطلاقه الجديده اللي جايه ان شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل تفاصيل تانيه مهمه مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. عشان تشوفوا اهتمام الاهلي بتدارس الامور اول باول وبشكل متعمق شويه، النهارده كان اجتماع على مرحلتين. الاجتماع الاولاني يا باشمهندس كابتن محمود الخطيب ومعاه الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف مع مستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، الخمسه قعدوا فتره طويله في اجتماع خماسي مغلق تم فيه تدارس الامر بكل تفاصيله، حاله الفريق، ظروف الفريق حاليا، احتياجات الفريق، المرحلة اللي جاية عاملة ازاي، المرحلة اللي فاتت بكل ما فيها من أسباب للانتصارات وبعض التعثرات، ايه ظروفها وايه رؤية مستر بيتسو موسيماني وازاي لجنة التخطيط تقدر تدعمه باللي هو يحتاجه. والكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بيقدم موقفه أو تصوره الإداري في إدارة الكرة في النادي. دي كانت جلسة مهمة جدا على مستوى كبير بين الخمسة يا باشمهندس. مؤكد اسلوب اداره الكره في النادي الاهلي انه ما بيسيبش الامور لما تتفاقم. ايوه وهذا عشان ما يطلعش حد يقول لك التدخل. هذا ليس تدخل ولكن مراجعه مع الجهاز الفني زي ما انت قلت. انا بشوف انت عايز مني ايه، ناقصك ايه دلوقتي، مشاكل الفرقه فين، ايوه احتياجاتك ايه، رؤيتك ايه، عشان اجهز نفسي للفتره اللي جايه. وفي نفس الوقت بنقعد مع بعض القعده دي من غير ما حد يتكلم. ايوه هتشعرك بايه، نوع من انواع المسؤوليه. أيوة. الناس دي اللي جايبه لي لبن العصفور، ايوه وبتطلق يدي مستنيه مني ايه. ايوه ولذلك تويتت موسيماني كانت مهمه. الخسارة في أن لا تتعلم من الخسارة وليست في الخسارة في حد ذاتها، طالما أن يمكن تداركها، ما هي دي خسارة في المجموعات. أيوة. يمكن تداركها بإذن الله، لكن عايزة شغل جامد جدا. ليس معنى هذا أن اللي جاي سهل، وهو ده مؤكد كان مضمون ما يريد الكابتن الخطيب أن يضع يده عليه ويقوله، ورسالة توصل إزاي ويسمع بالجهاز الفني. الصعوبات اللي قابلتكم إيه؟ طيب تعاملتوا معاها ازاي وهتتعاملوا مع اللي جاي، ومحتاجين مننا ايه، ايه اللي انتم محتاجينه مننا علشان كلجنه او كنادي نوفره لكم. ثم بعد الاجتماع الخماسي اللي استمر فتره طويله وكافيه وتم فيه تدارس كل الامور على مائده الاجتماع. وانا بس عايز اتوقف عند نقطه. كان يمكن للكابتن الخطيب انه يروح على طول يقعد معاه. وكاننا لسه في مهمه كاس العالم. ايوه ولكن اللجوء الى اللجنه الفنيه، ايوه هو نوع بيدعم قيمه المشوره عند الحاجه في العمل الجماعي. فانت جبت الناس اللي انت بتثق في رايهم الفني، قعدت معاهم، اشركتهم في الظروف، اشركتهم في الرؤيه المستقبليه، استشرفت منهم وجهه نظرهم عشان تخرج الصوره
مش احاديه الفكر طيب. لكن مؤسسية. شوفوا بقى المكان، المكان يدي دلالة تانية خالص ويدي انطباع للعيبة ان الامر مش سهل، والقعدة للكابتن الخطيب واللجنة معاهم لا استثنائية، لانه الاجتماع عقد في احد الفنادق الكبرى الجديدة في منطقة التجمع الخامس. في منطقة التجمع احد الفنادق الكبيرة، لما تجيب بعد الاجتماع الخماسي كان الاجتماع مع اللعيبة بقى. اللجنة بالجهاز بالكابتن الخطيب مع اللعيبة. علشان ايه؟ كابتن خطيب اتكلم معاهم كتير حوالين رقم واحد، ثقة الإدارة وثقة اللجنة فيهم لا محدودة، وإن أنتم من أفضل العناصر اللي انتقيناها، عندنا ثقة كبيرة جدا في كفاءاتكم وفي قيمتكم، عندنا تقدير للي أنتم بذلتوه طوال المرحلة اللي فاتت، حريصين دايما وأبدا على إن احنا نوفر لكم كل اللي أنتم محتاجينه، بس كمان احنا اخترنا لكم مدير فني على درجة عالية من الكفاءة في توقيت كان مهم جدا، سندناه بكل قوة وهنسنده بشكل أكتر علشان الكل يتأكد على أنه وانت بتختار مدرب له هذه القيمة بتوفر له كل هذا الدعم وهذه المساندة، وبتقول للعيبة ثقتنا فيكم كبيرة جدا، ثقتنا في الجهاز الفني غير محدودة بالمرة، دعمنا للفريق كل اللي الفريق محتاجه هيلاقيه موجود. طبعا مؤكد في إطار القدرة وفي إطار يعني غاية القدرة، بلاش القدرة، غاية القدرة للنادي الأهلي. وهو دي مش محتاجة اجتماعات لأن دي سياسة الأهلي. لكن مؤكد اللي أنت بتقوله بقى، إن نقعد نتكلم بقى أنتوا مع بعض أحسن عناصر. وأنا لسه كنت بتكلم معاك قبل الحلقة، كنا بنقول إيه؟ هو يا جماعة واللعيب اللي يسمع إن في لعيب جاي لدعم الفريق، من حقه يقلق ولا من حقه يفرح؟ أنا بقول لك لازم يفرح. إذا عنده ثقة في نفسه لازم يفرح. ليه؟ لأن دعم الفريق هو دعم للعناصر الفردية قبل الهدف الجماعي. ليه؟ أنا بدعم ليه؟ عشان مزيد من فرص النجاح لتحقيق البطولات. طيب أنا لما بدعم وبزود فرص تحقيق النجاح، أنا بضيف احتمالية لكل لاعب لو فكر حتى في نفسه انه عنده فرص اكتر للفوز بالبطولات وتكدس دولاب البطولات بتاعه بالانجازات. اي واحد يقول لك اصل انت بتجيب فلان عشان انا مش عارف ايه، زي ما حصل كده دون استرجاع اسماء، يبقى ما فيش ثقه في النفس. لان انت في النادي الاهلي هو انت مش هتلاقي منافسه لو انت نفسك تبقى لعيب دولي؟ طب ما انت وانت لعيب دولي هتنافس لعيبه تانيه مش موجوده معاك في الفرقه، بعضهم او في المنتخب وعليك ان تنافسهم. طب هتروح المنتخب ازاي وانت خايف من المنافسه؟ ولاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب طبعا، الذي لا يستطيع ان ينافس اي لعيب في مركزه على مستوى الجمهوريه في كل الانديه ما يلعبش في الاهلي، ما ينفعش انه يعني يتعامل في النادي الاهلي وكانه لا، ده انت جاي عشان احميك واديك فرص، انت جاي عشان تتحدى وتتجاوز طموحاتك، تتجاوز يعني في قدرات يا استاذ ابراهيم انت تبقاش شايفها في نفسك. الضغوط والتحديات والمطلوب منك بتكتشف انك تقدر تعمل حاجات ما كنتش متوقعها. وهو النادي الاهلي ينتظر من كل موهوب داخل النادي الاهلي هذه المفاجاه، ان يتجاوز حجم التوقعات في قدراته هو قبل اي حاجه، ان انا اقدر اعمل اكتر من اللي انت مستنيه مني. ايوه. هنا بقى يبقى النادي الاهلي بيعمل الخدمه الكبيره للكره المصريه والمنتخب مصر وللعيبه اللي في النادي الاهلي. كمان في اجتماع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط مع اللعيبه بقى، لما انضم للاجتماع كل لعيب الفريق، كان التاكيد على انه يا جماعه انتوا وراكم جمهور كبير جدا، وجمهور بيمثل السند الحقيقي والتاريخي للنادي الاهلي، هذا الجمهور ما بيشبعش بطولات. عودتوه على كده بالظبط، فخليكم فاهمين انه انت النهارده فرحتني ان انت خدت بطوله افريقيا، وبعدين؟ بعديها ايه تاني؟ هيحاسبك على اللي ما جبتهاش. رحت كاس العالم، خدت ثالث العالم، طب ها؟ وبعدين؟ مشكلة. فبالتالي انت بتهيئ اللعيبه انه وراكوا جمهور سره الحقيقي انه ما بيشبعش بطولات، مشكلة وقيمته الحقيقية انه بيساند فرقة فعلا تسعى دايما للبطولات.
مشكله النادي الاهلي الحساب على البطوله اللي ما بتجيبهاش، على المباراه اللي ما بتكسبهاش. يعني انت البطوله، انت في النادي الاهلي تحاسب على احتكار البطولات مش الفوز بالبطولات. والجمله دي انا قلتها، وانا قلت لك اما كان مانو جوسيه في ولايته الاولى وخسرنا الدوري فجاه، وحد كده وسوس له عقله انه ينقض على النادي الاهلي، ففي مجلس الشعب في لجنه الشباب والرياضه عمل استجواب للنادي الاهلي عن طريق وزاره الشباب اهدار مال عام، جاب مدرب بكذا وجاب لعيبه بكذا وما خدش البطوله. فطبعا انا رحت يعني استاذنت الكابتن محرم الراغب، كان مدير عام النادي، محرم مستاء من فكره ان يجي لنا استدعى ويتحقق في الموضوع. قلت له بالعكس دي فرصه هايله جدا، ممكن يعني تفوضني؟ قال له حاجه معاك، وجاي معايا. طبعا اكتشفنا ان في عضو، يعني هقول لك ازاي اكتشفت يعني وايه الهدف كان بالاستجواب. فكنا واحنا قاعدين انا في البدايه كده قلت لهم الاهلي لا يستجوب الا من الجهات الرقابيه في شان يكون في مخالفه. ايوه، لكن لما تيجي حضرتك تقول لي انا بسعى ان انا اكسب بطوله ما كسبتهاش، ده ما جمعيه العموميه هي اللي ممكن تحاسبني. بالظبط، لو في اهدار مال عام انت تحاسبني، يا في مخالفات ماليه يا في جمعيه عموميه تحاسب، لكن انا مش مستكتر بدليل ان احنا جينا لكم انا مدير عام النادي كابتن محرم الراغب. لكن عايزين اسلوب القعده ما يبقاش استجواب، لكن احاطه، نحيط بعض بالاهلي بيعمل ايه، وتحطني انت عايز مني ايه او متوقع مني ايه او ليه الكلام اللي اتكتب ده. فقعدنا، فالمقدم العضو اللي كان مقدم الاستجواب قال انا قلت له من فضلك ارفع ارى كله اسلوب غير لائق، كله هجوم، واللي يفرغ الانديه واللي مش عارف يعمل ايه واللي كلام كده. قلت له يعني اسلوب الاستجواب ده خلاص احنا جينا وهنتناقش مع حضرتك، بس شيل دي من المضبطه. قال لي ازاي وانا مصر وانا مش مصر؟ قلت له لان هقول كلام انت عندك حصان انا ما عنديش، هتسمح لي اكلمك على حريتي ولا هتيجي تقول لي انت؟ قال لي لا اتكلم اتكلم وده هيثبت. قلت له كويس قوي. رحت موجه حديثي الى رئيس اللجنه، قلت له شوف حضرتك، كان حتى الاستاذ سيد جوهر نائب رئيس اللجنه وقتها موجود. قلت له شوف حضرتك، انتوا بتقولوا الاهلي ما جابش بطولات، الاهلي واخد افريقيا، الاهلي واخد السوبر الافريقي، ها الاهلي في الاربع سنين اللي فاتوا دول في السوبر المصري، الاهلي هو الكلام كان بعد جوسيب سنتين، الاهلي واخد كاس مصر، لكن انتوا بتحاسبوا الاهلي مش على عدم الفوز بالبطولات، انتوا بتحاسبوا الاهلي انه عودكم على احتكار البطولات، انتوا جايين تحاسبونا انتوا ازاي خسرتوا الدوري؟ انتوا ازاي خسرتوا الدوري مرتين ورا بعض؟ او ثلاثه ورا بعض؟ ما بتحاسبنيش على اللي انا كسبته. لكن اذا كنتوا عايزين تحاسبونا، وبعدين انا كسبت ريال مدريد ودي، شوف بقى اللي جا دي، وكسبت المنافس التقليدي بتاعي في مباراه سميت بمباراه القرن 6-1، راح بيصرخ أيوة بالتحكيم مش عارف. قلت له كشف عن وجهه حضرتك. حضرتك بقى مش بتحاسبني، انت نغزت بقى حضرتك مش بتحاسبني، انت متضايق مني. طب انا بقى لو سمحت يا سيد بيه، انا مصر على استبعاد هذا الكلام. قال لي ما تاخدهاش بحساسيه واعتبرها مناقشه حوالين الكره المصريه ونصلحها زي. قلت له لا نتناقش زي ما انتم عايزين، وتم استبعاد الكلام ده لانه اتضح ان في وراه راي شخصي يعني. ايوه، واثبتت لهم لا الاهلي بيجيب بطولات، انتوا عايزيننا نحتكرها نوعدكم. الولايه الثانيه بدات رحله احتكار البطولات. النادي الاهلي عاش هذه اللحظه. هو الان النادي الاهلي مش هيبتدي يتحاسب على البطوله اللي بيجيبها ويفرح بيها، على المباراه اللي بيخسرها، على المباراه، خلينا على البطوله الاول اللي خسرها. وطبعا قلقهم على البطوله هيخليهم يقلقوا على المباراه. ايوه، لان ما هو البطوله ايه؟ تراكم مباريات او تراكم فوز. ايوه، وانا فاهم جدا جدا مخاوف جمهور الاهلي، لكن مش فاهم سر النشوه في الهجوم على النادي الاهلي. في نشوه، في محاوله يعني زي كده
لخلق سلبيات وتضخيمها، نشوة لتشتيت ثقة اللعيبة، تشتيت. هاجيلك على هذا المشهد بكل التفاصيل والفيديوهات والاعترافات الحقيقة، لكن زي ما قلت لكم اجتماع الشحن بقى، ده كان اجتماع شحن بطاريات التحدي في التجمع الخامس. بكرة إن شاء الله الأهلي بيستأنف تدريباته، هقول لكم موقف المصابين عشان يمكن والناس متضايقة من النتيجة بتاعت سيمبا ومن شكل الأداء ومن المنظر اللي احنا متفقين معاكم فيه بالتأكيد، لكن كان في غيابات مؤثرة جدا. هنقول لكم موقف هذه الغيابات بالنسبة لأقرب مباراة للأهلي مع طلائع الجيش يوم الأحد في الدوري إن شاء الله. علي معلول الظهير التونسي الدولي الكبير كان عنده شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وده كان في أثناء بطولة العالم في الدوحة. شوف الحمد لله خضع لفحص طبي امبارح، بكره في تشيك اخير او فحص اخير ليه هيحدد مدى امكانيه مشاركته في التدريبات، يعني بكره قبل التمرين هيتعمل له اختبار، وده برضو يدخل التمرين ويبقى ان شاء الله كويس ويقدر الجهاز الفني يشوف فرص مشاركته او يستنى يوم ولا حاجه. وده بيرد على الناس اللي هي كانت شككت في علي. لا ما لعبتش ليه بعلي؟ وانت عايز تكسب ما لعبتش ليه بعلي؟ بالظبط. كمان عندك الحاوي وليد سليمان كان عنده مزق في العضلة الخلفية، ودي كلها غيابات مؤثرة، وإن شاء الله عودة مؤثرة كمان. كان عنده مزق في العضلة الخلفية، الحمد لله خف، خضع لفحص طبي، وبكرة في فحص أخير ليه علشان يتشاف هيدخل في التمرين بكرة أو يوم السبت إن شاء الله. صلاح محسن كان عنده شد في العضلة الأمامية، هيرجع بكرة في التمرين إن شاء الله، يعني صلاح محسن موجود في تمرينة الجمعة إن شاء الله. طاهر محمد طاهر كان عنده شد في العضله الضمه وهيرجع في تمرينه بكره الجمعه ان شاء الله. يبقى طاهر وصلاح محسن الاثنين فرص مشاركتهم باذن الله قدام طلائع الجيش يوم الاحد متاحه للجهاز الفني اذا ما رغب مستر بيتسو موسيماني في كده. طب بقيه الغيابات، لانه ما انت عندك قوه كبيره جدا غايبه، كل ما بيرجع ناس من الغيابات بتدعم قوه الفريق اكتر. بعد ما طمناكم على الحالات البسيطه ديت، طبعا ناصر ماهر صانع الالعاب المهم جدا كان اصيب في شهر 12، كان عنده خلع في الكتف وعمل عمليه، انهى حاليا فتره العلاج والتاهيل، هيرجع للتدريب يدخل التمرين ان شاء الله بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش، يعني تمرينه يوم الاثنين ناصر ماهر باذن الله يكون موجود فيها في الملعب علشان يبقى جاهز لمستر بيتسو موسيماني على الاقل يريح كمان شويه مع قفشه، لانه قفشه واخد المساله كلها لوحده في المركز ده، وجود ناصر ماهر تدعيم قوي جدا لمركز صانع اللعب في الفريق ان شاء الله. عندك محمود متولي قلب الدفاع كان عنده رباط صليبي، لو تفتكروا كان في مباراه اسوان في شهر اغسطس السنه اللي فاتت. الحمد لله عدى كل الاختبارات الطبيه في الفتره الاخيره، قدامه شهر واحد وينضم للتدريبات الجماعيه، يعني كمان شهر. على فكره الشهر ده ممكن تلاقي مثلا داخلين في عدد كبير من المباريات حسب الجدول اللي قلناه لكم. هتحتاج كل لعيب. هتحتاج كل دول. خلال الشهر الجاي بقى شوف الفريق هيدعم بمين. ثلاث صفقات اعتبروها صفقات جديده، لانه الراجل غايب من اغسطس السنه اللي فاتت. محمود متولي هيكون بعد شهر. كمان محمد محمود اللي كان عنده حظ سيء جدا انه يتعور مرتين بالرباط الصليبي. من اول ما جه للاهلي كان جه للاهلي في يناير 2019 اصيب بالرباط الصليبي في اول مباراه اليمين، كان يوم 8 يناير 2019. بص الراجل بيعاني من امتى، كانت مباراه سموحه بعد ما غاب 9 شهور في علاج الرباط الصليبي والتاهيل، مسكين اصيب تاني في المران بالرباط الصليبي الاخر، كان بعد عودته مباشره اصيب كمان بقطع في الرباط الخارجي لغضروف الركبه، هيرجع كمان شهر. يبقى هو ومحمود متولي هيدعموا الفرقه الشهر الجاي ان شاء الله. لكن كريم ندفد اللاعب الجوكر الموهوب كان اصيب من 18 شهر. بصوا الاصابات البعيده المؤثره، كان عنده قطع في الرباط الخارجي لغضروف الركبه، اعيدت اجراء العمليه ليه من جديد، هيرجع كمان شهر للتدريبات الجماعيه. لان كريم ندفد خلانا نتوقف امام اسلوب العلاج في السنتر او مع الدكتور المعالج في المانيا. ايوه هو كان في راي طبي خارج بيه من هنا، هناك قالوا له لا هنعالجك، انت ما عندكش كده، هنعالجك من كذا كذا كذا. حاجه طبيه. ايوه
بعد ما تم هذا الكلام ابتدى يشعر بالالام. فكان المفروض في ميعاد العوده عرض على الدكتور احمد عبد العزيز. ايوه. لما بص قال لهم لا ما اتعملتش العمليه في الاصابه. ما اتعملتش في الاصابه؟ في الاصابه يعني في المكان في هي دي. وراح عمل له عمليه هنا بقى. وهو يتماثل الشفاء وهو نفسه ابتدى يشعر بتحسن كده. والكلام ده هيكون له وقفه لانه شوف انت خسرت لعيب لمده سنتين. خسرت فلوس قد ايه؟ خسرت ناحيه فنيه داعمه. ندفت كان افضل لعيب تقريبا قبل التدعيمات في فريقه. ايوه. وكان واخد ثقه الجماهير بشكل صحيح مرعب. وبيلعب في اي مكان. وطالع بقوه الصاروخ. صحيح. وضاع عليه فرصه المنتخب الاولمبي. ايوه ايوه. خسائر بالجمله. اعتقد ربما يكون هناك اجراءات اخرى للحفاظ على حق النادي. اجراءات اخرى للحفاظ على حق النادي. ده كلام مهم جدا. بس يعني انا لا اقول الا ما يحدث. لكن هناك لدى الطبيب المعالج في المانيا لا طبعا هناك رغبه في ان احنا ناخد حقنا من الاهلي. بالظبط. وده راي قانوني مهم جدا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. طمناكم على ما حدث في اجتماع التجمع وترتيبات المرحلة اللي جاية، لكن في كلام كتير مهم جدا حطيناه لكم في الغربال. فقط هي الجولة الثانية. مستعجلين ليه؟ ليه ده كله؟ الأهلي خسر من سيمبا في دار السلام. بالمناسبة كل الفرق المصرية تقريبا بما فيها الأهلي في 85 وفي 2019 خسرت من سيمبا في دار السلام، وكأنه هذا الفريق في ملعبه بيوفر كل الأجواء اللي تخليه. مفيش فرقة كسبته هناك. يعني الأهلي، الزمالك، المولين، المحل، كل الفرق اللي لعبت في أفريقيا وصادف إنها التقته هناك في ملعبه، هذا ليس تبريرا. حتى صحيح. احنا ما كسبناه خمسة هنا. رحت خسرت هناك. خسرنا هناك واحد. لكن هذا ليس تبريرا، لكن عايزين نقول بيحدث. وليس معنى حدوثه انه مقبول. بالزبط. وليس ولكن في نفس الوقت ليس معنى حدوثه ان الدنيا اتطربقت، لان أيوه. في كل مره حصل الكلام ده تقريبا تجاوزناه وعدينا. فنرجو ان احنا باذن الله ناخد من الهزيمه دروسها اللي تقدر تدينا دفعه الانطلاق، خاصه ان كل الانديه رجعت بعد كاس العالم. احنا شفنا بايرن ميونخ حصل بتاع الانديه. بايرن ميونخ حصل له ايه في الدوري؟ خسائره كانت في الدوري سخيفة. تعادل وهزيمة. فديته في ايه؟ فراح امام لاتسيو اربعة. استعاد نفسه بسرعة. ونفس نجمه ليفاندوفسكي. وجد نفسه مرة تانية. كل الناس يعني مش تستحق. كل الناس يعني محتاجة تجديد الدوافع وتجديد. بالظبط. تجديد الدوافع دي مسألة مهمة جدا، وان انت تيجي حتى لو تعثر زي كده ينزلك على ارض الواقع علشان تبدأ تتعامل مع الامر من جديد بواقعية. لكن هقول لكم بعض عنوان الصحف 2006 لما رجعنا ثالث العالم. اول ماتش على ارضنا خسرنا ثلاثة. بالظبط. ده بيحصل في كل العائلات. لكن زي ما قلنا الاهم منه ازاي تتعلم منه. الاهم من الهزيمه الدرس اللي بتخرج بيه. دروس. الاهرام كان عنوانه بعد هذه الهزيمه: سيمبا التنزاني يحرج الاهلي ويكتفي بالفوز بهدف المرعب مكسوني. موسيماني اخطا في التشكيل وطريقه الاداء واللاعبون خارج نطاق الخدمه. الوطن قال حامل اللقب يسقط في فخ سيمبا ويخسر بهدف في صراع دوري الابطال الافريقي. الاهلي مع موسيماني لا تشكيل ولا تغيير. يعني بصوا نجيب محفوظ قافت مدينتي، هي ديت قافت مدينتنا. الافوره والمبالغه الشديده في الحالتين. عند المكسب هتلاقوا تهويل مش طبيعي جدا. أيوة. ومش منطقي. التهويل وعند الخساره التهوين لادنى المستويات. دي قافت مفيش حاجه يعني
انت خلي بالك واحنا عمالين نقول للجهاز الفني واللعيبه الواقعيه تنزلوا وتتواضعوا عند الفوز، احنا بنطالب انفسنا والاعلام بنفس الاسلوب. صحيح. يعني السوشيال ميديا الناس معذوره، مش هتقدر تسيطر على توجهات الناس واختلاف الثقافات والكلام ده. ايوه. لكن بالنسبه للناس اللي بيكتبوا، اصحاب القلم واصحاب الكلمه، دول ناس بتقيم الامور. صحيح. لازم يبقى لا نطلعوا عبقري ولا نطلعوا مش فاهم حاجه، يعني ما ينفعش. صحيح. الوطن كمان قال الاهلي يسقط في فخ سيمبا باخطاء موسيماني، الفريق التنزاني يخطف هدف الفوز من تسديده في الشوط الاول، والحراره والرطوبه تفقدان الاحمر قوته. الشناوي ينقذ مرماه من اكثر من فرصه صعبه. المسا قالت الاهلي المونديالي تاه امام سيمبا التنزاني. موسيماني بيقول لعبنا في اجواء صعبه وقدرونا على التعويض والصعود. والاهرام المسائي قال البطل يتعثر، صاحب الارض حسم المعركه وخطه موسيماني غير صالحه للاستهلاك. اخطاء بيتس وراء الخساره وتغييرات بواليا وكهربا مفتاح الهزيمه. طبعا الوضع دلوقتي بعد هذه الخساره، لانه كمان سيمبا قدر يخطف فوز في الجوله الاولى من فيتا كلوب في الكونغو من ضربه جزاء الناس اتكلمت فيها، لكن بالفوز على فيتا كلوب في الكونغو والفوز على الاهلي في دار السلام اصبح سيمبا التنزاني في صداره المجموعه الاولى عنده 6 نقاط. بس كمان فيتا كلوب اللي خسر في ملعبه، ما انا بقول لكم في حاجات تجنن، الكوره ملهاش اي منطق. فيتا كلوب يخسر من سيمبا في ملعبه فيروح يكسب المريخ في السودان 4-1 عشان المجموعه كل حساباتها تتلخبط ترتبك تتشابك بالظبط. فاصبح سيمبا عنده 6 نقاط، فيتا كلوب عنده 3 نقاط، الاهلي عنده 3 نقاط، والمريخ مازال بدون نقاط حتى الان. ايه اللي هيحصل في الجوله اللي جايه؟ الجوله اللي جايه خلاص ده على الابواب، يعني في شهر مارس يوم 5 ويوم 16، يوم 5 فيتا كلوب جاي للاهلي. دي الجوله الثالثه. واليوم 16 الاهلي هيسافر له كينشاسا. دي الجولتين ورا بعض، يوم 5 ويوم 16 الاهلي على موعد مع فيتا كلوب هنا ثم هناك. في نفس التوقيت سيمبا هيلاعب المريخ السوداني رايح جاي برضه. فانت رؤيتك للمجموعه في ظل الحسابات دي ايه؟ المجموعه خلاص دلوقتي ما تقدرش تقول مين قوي مين ضعيف. ايوه. واضح ان في تكافؤ هائل في الفرص. طبعا انت لو كنت على الاقل تعادلت خارج ملعبك كانت هتدي لك افضليه. الافضليه راحت. لكن انت خلصت من ماتش خارج ملعبك. النهارده سيمبا هيلاعب المريخ. ايوه. وخلي بالك الجوله الجايه انت هتلاعب نفس الفريق رايح جاي، يعني انت هتلاعب فيتا كلوب رايح يوم جاي. 5/3 و16 عندنا تلاتة. في الاول والعوده هتبقى في الكونشاس. مفتاح البطوله الاسبوع الجاي او الجوله الجايه. ايوه. طبعا لو كله تعادل خلاص زي ما احنا. يا دار ما دخل بشار. لو سيمبا كسب هيغرد منفردا وهيبقى تقريبا هو اول المجموعه. لانه هيبقى كسب ماتشين بره ارضه. لان دلوقتي وهيلاعب المريخ اعتقد في السودان. بالنسبه للمريخ هي مباراه وجود لا يحتمل خسارتها، لا يحتمل الا الفوز بيها. فهي هتبقى صراع هيوضح لنا برضو ميزان القوه ماشي ازاي. سيبك من كل ده، انا لا شان لي بالاخرين بصراحه، يعني لا شان لي بالاخرين. ايوه. انا هعمل ايه؟ ايوه. عندي مباراه قادمه ايضا هي مباراه وجود على ارضي. هي مباراه مفتاح لحاجات كتير جدا. اذا فزت بيها هقدر اروح مباراه العوده وانا يعني شويه مرتاح. نمره 2، احنا مش عايزين بقى نخلي الناس تحطنا في الظروف الصعبه وتستفيد منها. ايوه. احنا عايزين نتعود على الظروف الصعبه. نتعود ازاي على الظروف الصعبه؟ لان ده النادي الاهلي، في حاجات ما تقدرش تقاومها بصراحه، يعني
الرطوبة العالية جدا جدا ودرجة الحرارة الجامدة يعني. وعلى فكرة ليس علاجها انك تتمرن في ظروفها. في ظروفها يعني هيلعبوك الظهر ما تتمرنش الظهر. هو انت فاكر لما انا قلت لك الحديث اللي انا عملته مع مستر فايتسا؟ ديتريش فايتسا. كنا هنلعب المصري في الكاس او ترسانة غالبا المصري في الكاس. وبعدين انا كنت بكتب في المصور كانت كلمه بقى الساعه البيولوجيه نهائي كاس مصر 89 ايوه جديده وانا كنت قريتها فعايز استخدمها فروحت قابلته مستر فايس انا عايزك قبل الماتش اعمل معاك حوار المصور. قال لي اتفضل اتكلمنا في شويه حاجات كده ايه الفرق بين اللاعب المصري والبتاع. قال لي الشخصيه مش الموهبه. المهم يعني لما جينا قلت له لاحظت ومع الكثيرون وقلقانين قوي من فكره الماتش هيتلعب الساعه 3 وانت كل تدريباتك للفريق بالليل بالليل في حين ان المنافس بتاعك بقاله 4 ايام بيتمرن في نفس توقيت المباراه. فقال لي وبعدين؟ قلت له لا مستر انا بقى بحذف له التقيله اللي جوايا بقى انت قدام واحد مثقف. قلت له انت ايه رايحنا على ان انت مسكت عليه واحده مستر فايسا الساعه البيولوجيه انت بتلعب بالليل وهتلعب الظهر راح مطلع النوته بتاعه كان عنده ابتسامه وزير خارجيه وراح قال لي انا مرنت النادي الاهلي 247 تدريبه الساعه البيولوجيه مستر عادلي اتظبطت الحاله البيولوجيه للاعب الساعه البيولوجيه انا بقول له ايه انا مثلا لما بسعى كل يوم الساعه 8 مع المنبه لو نسيت المنبه يوم الاقيني صاحي 8:05 بيولوجيا لوحدك في حاجه اسمها الساعه الساعه يعني. فقال لي ايوه ده كلامك مظبوط بس الساعه البيولوجيه مش هتظبط في الاسبوع ده انما انا بلعب كاس عايز العب 100 وعايز العب 90 دقيقه مرشحه انها تبقى فيها وقت اضافي فاذا كنت انا مرشح العب ساعتين انا عايز امرنهم على 2:30 هعمل الكلام ده في الظهر وفي عز الحر ازاي هستهلك فرقتي وهروح بعد كده يوم الماتش هبقى مجهد بدنيا وعشان تصدق كلامي الماتش اللي جاي 20 دقيقه المنافس هيديني المباراه 20 دقيقه 20 قال لي كده 20 مينتس كفايه عليه تتفرج على المباراه مش ضروري يعني 20 بمعنى 20 بس يعني فرهد بدري انما طبعا سياده كامله بعد نص الشوط الاولاني انت متسيد وكسبنا 3-0 يوميها التاني ده استنفذ كل مخزون الطاقه اللي عنده قال لي انا لو مرنتهم الظهر مش هيقدروا الظهر يدوني نفس الطاقه التدريبيه ومش هقدر امرنهم 2:30 طبعا انما حتى لو مرنتهم ساعه ساعه وربع يعني فمسألة انك انت التأقلم يجي مش في الجرعة التدريبية انما في الحالة المناخية والحالة الطبية يعني انا كان نفسي والله ده يبقى موضوع سؤال مع احد الاطباء المتخصصين هي ايه فكرة ان انا هو انا لو مرنت الناس في توقيت المباراة صح ولا غلط لو عشتهم ظروف لو انا صايم ورحت في التدريب بصوم الفرقة الاسبوع الخمس ست ايام اللي قبل الماتش ده لمصلحته فنيا يعني افتكر ان انا مش ضروري اكون في رمضان ما هو طبعا في رمضان هيبقوا صايمين انما هل امرنهم باستمرار في الظهر وهم صايمين ولا مرنهم بعد الفطار؟ بعد الفطار عايزين نسال احنا بنقول فايس رايه بعد مده معينه ان انت تمرن في الظرف الافضل ليه الافضل عشان تدي وقت اطول وتاخد منهم مجهود اكبر وتعمل مخزون طاقه افضل وتعمل مخزون ويجي يوم الماتش هو اتعود يتمرن 2:30 يقدر يديني 90 دقيقه قويه جدا منطقي برضه مدرسه مدرسه ثانيه يقول لك ما انا الظروف الصعبه التكيف بقى. يتمرن في الظروف الصعبه في التكيف يجي متعود عليها بس متعود عليها ازاي وهو عامل كده ويمكن المره دي المدرسه دي بتاعه تتمرن في نفس الظروف يعني كان ضدها حاجة مهمة جدا أستاذ إبراهيم عملية إن إحنا لعبنا في 20 يوم 6 مباريات في منتهى الصعوبة يتخللهم أجواء مختلفة وسفر زي ما قلت وتحديات مختلفة
انت بتخرج من التحدي. انت عارف الماتش اللي انا كنت شايل همه جدا ان انا اخسره؟ ماتش المريخ هنا. لما عدينا منه قلت الحمد لله، لكنك تروح سيمبا بقى في اجواء صعبه وما اعرفش. نرجو انها تكون كبوه. شوف احنا بنتعامل معاها دلوقتي على انها ايه؟ كبوه، وبصراحه هنتعلم منها. بالظبط، هنشوف هنتعلم ايه. طيب المهندس عدلي قال لكم ماليش دعوه ببقيه الجدول، ليا نفسي انا عندي ايه؟ انا عندي 5 مارس و 16 مارس عندي الماتشين مع فيتا كلوب. في ابريل عندي بقى ماتشين اهم من بعض، 2 ابريل مع المريخ السوداني في الخرطوم، و 9 ابريل مع سيمبا التنزاني في القاهره. يبقى 5 و16 مارس و2 و9 ابريل، 2 المريخ و9 ابريل مع سيمبا التنزاني هنا. يعني انت لو باذن الله تعالى مشيت بالشكل القوي بتاعك وكسبت 6 نقاط من فيتا كلوب بقى عندك 9 نقاط. الهدف الاساسي للاهلي هو حصد نقاط المباريات المتبقيه. عندك 4 مباريات باقيين جمعهم او حاصل جمعهم 12 نقطة، وعندك 3. ده اللي يليق بالنادي الاهلي. بص يا استاذ، وده اللي هيسعى له النادي الاهلي بكل تأكيد. انت بتتكلم لصدارة المجموعة، لكن لو انت قابلت سيمبا في اخر مباراة وعندك على الاقل لازم 9 بونت، الوضع هيكون كويس. لكن لو قابلته بقى وانت عندك 12 بونت ولا 10 بونت ولا كده، ونشوف هو هيجي لك عنده كام بونت. بالظبط، دي كمان نقطة تكتيكيا مهمة. طيب هو انت علشان تطلع الاول هي فرقة يعني؟ ما هي كل مجموعة بيصعد منها 2. عايز اسمعها منك دي. لا، فرقة جدا، فرقة في حسابات بقى الدور اللي جاي، لانه في دور الثمانية الثمان فرق اللي هيتأهلوا الاوائل هيقابلوا التواني، مفيش اول هيقابل اول. بمعنى انت هتقابل لو باذن الله تعالى طلعت الاول هتتعمل قرعة بين تواني الثلاث مجموعات باستثناء مجموعتك. يعني لو الاهلي صعد باذن الله تعالى اول ومعاه الثاني سيمبا، مش هيلعب سيمبا. انت بتعمل قرعة بين كل اول والثلاث تواني الاخرين باستثناء الثاني بتاع مجموعتك. فبالتالي فرصتك ان انت تطلع اول مفيد، ان انت فنيا هتلعب فرقة تانية مش فرقة اول، فيعتبر المستوى اللي انت هتواجهه اقل شوية. هنا تسعى لصدارة المجموعة لحسابات فنية مهمة. ده وجهة نظر مهمة. وإن كان في ميزان القوة دلوقتي الأول والتاني والتالت والكلام ده قريبين. قريبين. أنا اللي يهمني أكتر من الكلام ده كله إن المباراة التانية تبقى عندي. ما لعبش المباراة التانية في أجواء بقى ما أناش عارف هتكون عاملة إزاي. لأن واضح إن الاتحاد الإفريقي ما بيملش ان يحط نفسه في مشكله مع المضيف. هو باستمرار اللائحه اللي بيتصدر اول المجموعه العوده عنده. لا مش شرط، السنتين اللي فاتوا ما كانوش كده. لا، في دور الثمانيه بالذات. يعني اصل دور الثمانيه انت لسه بتاسس العلاقه. فبالتالي اول المجموعه الاولى لو وقعت في قرعته الثاني المجموعه الرابعه هيلعب الماتش الاولاني في ملعب الثاني الرابعه والعوده في اول. دي المهمه. يعني دي المهمه. الباشا الناس تجيله في العودة. ده المهم. طيب. بقى بذكر الأجواء، لأن الحقيقة الزمالك كمان في مجموعته عارفين إن هو تعادل مع تونجيز في السنغال. بس كان فيه حاجة على ذكر الأهلي والزمالك والملاعب والطقس. الملعب اللي لعب فيه الزمالك ملعب غير صالح. غير جيد. وأنا هنا الكلام للاتحاد الأفريقي. هو التشدد مع الأندية المصرية بس ليه؟ لانه انا عندي فريق تنزاني ياخد الاهلي في اصعب الظروف. الاتحاد الافريقي انت بتتكلم على مسابقه بقيمه دوري الابطال بتاهل فريق بيروح يمثل القاره في بطوله العالم، في مسابقه عمال تحاول ترفع من عوائدها وقيم التسويقيه ليها، وسايب الناس تتصرف بمزاجها. فريق عنده ملعب مضاء لا يستدرج الخصم الى اسوأ الظروف المناخيه. أنا فاهم إنه الحد هيقول لي ما هو من حقه يبحث، لا، في حدود طبيعية إنسانية، لأنك أنت بتعرض المنافس لمخاطر
ودي ما لومش عليها سيمبا، غير ادميه، ما لومش عليها سيمبا، لوم عليها الاتحاد الافريقي الذي يرعى تطور الكره الافريقيه. لن تحدث الكره الافريقيه واحنا بنتمحك، ازاي نتعب اللي قدامنا مش نستفيد ونطور نفسنا؟ ازاي احطه في مناخ سيء؟ مش فير بلاي طبعا. يعني انا انت عندك اضاءه، وحتى لو ما عندكش اضاءه، انا الاوان الاتحاد الافريقي ان يقول كل المباريات بالليل في افريقيا. بالظبط بالظبط. هو يا جماعه ده افريقيا هي عندك سنه خرب طبعها. عندك سنه دلوقتي. اللي ما عندوش اضاءه يعمل اضاءه بقى. بالظبط. واللي عايز دعم الاتحاد الافريقي اللي عمل اضاءه، هم عندهم برنامج اسمه في الجول بيطور الملاعب، اعمل له اعمل له الاضاءه. ايوه. يبقى في استاد مضاء في كل بلد افريقيه. الهدف الهدف. ما هو يعني الجول او الهدف. انت ثقافتك اجنبيه بس. الاتحاد الافريقي ده انت حاطط ده في خطتك ان ما في كل بلد افريقيه استاد لائق. ايوه. مستوفي في كل الشروط الفنيه. ايوه. من ضمنها الاضاءه. ايوه. والملعب والارضيه. مناخ القاره، ده هي القاره خرب طبعها. هو انت عايز ان فعلا، ولا انت بتقول والله كتر خير الدنيا على افريقيا؟ انا شايف ان افريقيا بقت منجم المواهب على مستوى العالم. بالظبط. طب ليه ما يبقاش عندنا بطل عالم؟ ليه ما يبقاش عندنا بطل عالم؟ علشان احنا حاطين نفسنا ان احنا نضايق اللي قدامنا، مش نعلي قدراتنا. زي نفس الظرف اللي انا بقوله بالنسبه لهم كاتحاد افريقي في التعامل مع الانديه المصريه. يجي الاهلي والزمالك يلعبوا فاينل، فالكافي يبقى صاحي قوي وعمال يفتش هم 50 واحد ولا 52، لا في عدد حضور زياده، وتبدا تسمع على اشتراطات امنيه وصحيه من قبل الكاف. طب يروح الاهلي يلعب في سيمبا، الاستاد مليان. فهموها لي بقى، فين اشتراطات الصحه والسلامه في جائحه كورونا في مباراه زي دي؟ هل صاحب الارض، ودي عايزه اجابه من الاتحاد الافريقي، هل صاحب الارض عنده الحق المطلق في انه يستدرج الضيف لاي مناخ سيء لمستوى ملعب؟ بالمناسبه ملعب السنغال او تونجس اللي الزمالك لعب فيه تم رفض مباراه للمنتخب السنغالي عليه، يعني الاتحاد الافريقي لما تعلق الامر بالمنتخب رفض. طب لما يتعلق الامر بنادي، ما انا هنا بقول التعامل مع الانديه المصريه كلها، اهلي زمالك بيراميدز كل الانديه اللي بتشارك، ليه الاتحاد الافريقي لما بنتكلم على مستوى الانديه المصريه بنلاقي التشدد وبنلاقي التعامل على حافه السكين، بينما الاستاد يبقى مليان يتلعب في عز الحر او في ملاعب غير صالحه؟ كان زمان يا استاذ ابراهيم، كان زمان، لان دي كانت بتسترعى انتباهي. انا بقابل الفرق في احسن فنادق، بديلهم احسن ملاعب، بعيشهم في احسن ظروف واحسن ملاعب، جو جميل، ولما اروح لهم اشوف كل حاجه. فكان الرد وقتها كلام ده من 15 20 سنه، ان امكانياتها كده يا جماعه، ما تحرجوش الفرق اللي بتلعبوها، مصر امكانياتها مختلفه. احنا دلوقتي لا، القصه كل الناس عندها امكانيات، الكره في العالم كله بقت محط في 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 نقله اعلاميه ونقله نوعيه للكره على مستوى العالم والرعايه حتى. لا، افريقيا منجم المواهب، لا تستحق ظروف وملاعب، وتستحق ان زي ما بنزلك في احسن ظروف نزلني في احسن ظروف. بالظبط. يا اما اللي صرفته عليك هنا تدهوني وانا اصرف على نفسي هناك. يعني بأمارة ايه يا باشمهندس الحكم يوقف في المباراه في كل شوط؟ تعرف فاصل علشان يشرب ميه، عشان اللعيبه تشرب ميه والحكم يشرب ميه. يعني ده احنا في القرن ال21 والملاعب دي كلها مضاءه. ليه ما تلعبش في ظروف افضل للجميع؟ ليه مش اللعيبه ديت عرضه انها تتعرض لاي تشنجات او متاعب صحيه؟ دي مسؤوليه الاتحاد. مسؤوليه الاتحاد انها تحافظ على سلام. انت لما بتيجي في جائحه كورونا بتطلب اشتراطات لحمايه الناس. بالظبط. واللي مش عايز يتحمي انت بتحميه غصب عنه. بالظبط، تفرض عليه. فتيجي يقول لك لا اصل هم جابوا موافقه صحيه وهم جابوا مش عارف ايه، لا حمايه انت تقول له من الاول 30 زي في كاس العالم للانديه، هو مين اللي حط الشروط؟ الاتحاد الدولي. الساعه 25 ولا مش عارف 20% من ساعه الاستادات. والتباعد يكون موجود، ده قرار من الفيفا. وانت مش اتحاد افريقي بتزهو بنفسك، انت مش اقل من الفيفا في حاجه، تعيده في الفيفا على مسابقاتك. واصلا انت يعني عمال يزعق لي شوارب ويقول لي. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم من جديد. على ذكر الفيفا والكاف وعناية الاتحاد الدولي ببطولاته وازاي الاتحاد الافريقي يقدر كمان هو يكون حريص على هذه الاشتراطات، منذ قليل يمكن وكالات الانباء طيرت خبرا مهما انه الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع اليوم الحظر عن الملاعب الليبية. عارفين ان الظروف السياسيه اللي بتمر بيها ليبيا الشقيقه كانت دفعت الاتحاد الدولي انه اغلق الملاعب الليبيه ومنع اقامه المباريات في ليبيا، وبقت المنتخبات والانديه الليبيه الحقيقه بتلعب شويه في مصر وشويه في تونس. لا، النهارده الفيفا مع بدايه استقرار الاوضاع في ليبيا رفع الحظر عن الملاعب الليبيه على اساس ان تقام المباريات اولا في مدينه بنغازي، ثم بعد ذلك تقام في طرابلس العاصمه. تعليقي ان ده خبر يهمني بقى على المستوى العام، يهمني على مستوى الاطمئنان على الاحوال في ليبيا، ان ده مؤشر ايجابي ان في انفراجه سياسيه لصالح استقرار هذا، في استقرار حقيقي الجار الحبيب في الحبيبه ليبيا. ليبيا كمان مع منتخب مصر مساله مهمه جدا لنا في كره القدم، لانه منتخب مصر انتوا عارفين في تصفيات كاس العالم، خلاص ده كاس العالم السنه الجايه ان شاء الله ديسمبر السنه الجايه، فتصفيات كاس العالم مصر في مجموعه معاها ليبيا والجابون وانجولا. افريقيا متقسمه ل10 مجموعات، الناس نسيت برضو افريقيا اتقسمت ل10 مجموعات، كل مجموعه هيصعد منها الاول، يعني مصر معاها الجابون وليبيا وانجولا في فرقه واحده هتصعد، هيبقى في 10 اوائل صعدوا، ال10 الاوائل اللي صعدوا حسب التصنيف بتاع الاتحاد الدولي هيقسمهم نصين، مين الخمسه الاوائل ومين اللي خمسه اللي بعد كده؟ ده التصنيف التراكمي بتاع الفيفا، مش بتاع اليوفط، بتاع الفيفا في النظام اللي معمول بيه اللي ثابت وموجود لحد الان. خمسه حسب التصنيف الاعلى مع خمسه حسب التصنيف الادنى في قرعه بينهم، كل فريق هيلعب التاني مباراه ذهاب وعوده، الخمسه اللي هيكسبوا هيروحوا كاس العالم. طيب انا بس عشان التعليق اللي انت قلته يعني مش عايز افوته، عايز اوضحه. ايوه، هو الفيفا بيصنف بناء على عايز يوصل ايه؟ المنتخبات طبقا للافضليه. يعني بنقاطها ده افضل من ده وده افضل. طب بيقول ايه؟ مين اللي كسب اكتر ولا مين اللي طبقا لمعايير محدده بالنقاط عنده نقاط اكتر؟ طلب طالما ان كاس العالم عشان برضه نقفل حاجات كتير، نادي القرن عايز يوصل للنادي الافضل، هي مش معايير نادي الافضل في ال 100 سنه اللي فاتت. فعملها ازاي؟ بالنقاط والبطولات التراكميه، ومستمر هذا النظام حتى الان ولا يحتاج عليه احد. بس كمل. طيب ده بالنسبه لرفع الحظر عن الملاعب الليبيه، والف مبروك للجماهير الليبيه عوده الحياه الى ملاعبها من جديد، وان شاء الله مزيد من الاستقرار لليبيا وملاعبها وكل شؤونها باذن الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل، هي الناس منزعجه ليه؟ هي الناس ناسيه ان دي الجوله الثانيه؟ الاهلي لعب ماتش بره الارض، خسر بره الارض 1-0، اداء سيء جدا، اداء لا يليق، مردود ما ينفعش، ما يبسطناش، ما حدش يقبله، كل ده 100% صحيح، لكن دي مباراه في الجوله الثانيه. كابتن شريف عبد الفضيل مدافع الاهلي السابق واحد مدربي قطاع الناشئين في النادي كتب تويتر يمكن قال ما هذا الهجوم الغريب على اللاعبين والمدرب، لان الحقيقه الهجمه كانت غريبه. بيقول شريف المدرب هذه مباراه في منتصف المشوار وليست النهايه، اكيد هناك اخطاء، جمهورنا الحبيب لا يجب ان ينساق وراء البعض لاسقاط الفريق، دي نقطه المهمه جدا وده الغرض الدفين، ولكن نحن روح الفريق، شجع لآخر نفس، هذا ما تعودنا عليه من جمهورنا العظيم. 100% موافقه. ده رأي على فكرة، ده رأي الشيف ورأي كمان شادي محمد وفي لعيبة كتيرة. أي إنسان منصف وعايش في النادي الأهلي عارف، وده اللي أنا بقوله لجمهورنا بقى، خلي الآخرين هم يطعنونا يعني ويحاولوا يشنكلونا، لكن أنت إيه تملي تزقنا حتى كابتن وائل جمعة الحقيقة بعد ما كان له رأي بعد المباراة الانفعال امبارح من حقك ساعة المباراة تشتم وتهلل وتعمل وتتضايق بعد المباراة تفكر اخرج من النقطة دي ازاي؟ ايوه مش هخرج منها المفيد، طول ما انا عايش حالة الإحباط هخرج منها وانا عندي الرغبة في الإصلاح والدعم،
فده كلام يعني انا بايده تماما يعني. طيب للجماهير، للجيل الجديد من الجماهير. سؤال قبل ما تنقل يعني. طب انا بلعب في مجموعتي كسبت مره وخسرت مره، خدت ثلاث نقط. وانا كان احسن لي ما اخسرش خالص واتعادل واخد نقطتين؟ يعني لو تعادلت ماتشين، تقصد لو تعادلت مع المولوديه ومع تونجس؟ لا اللي فاتوا. يعني ما هو انا مش شايف حد بيتهاجم غيري. يعني اللي عنده ثلاث نقط بيتهاجم، واللي عنده نقطتين يلتمس له الاعذار. انا لا عايز ده يتهاجم ولا ده يتهاجم، لان الاثنين ولا تربطنا مع حد. خلي بالك الاثنين مشوارهم ابتدى بصعوبه السنه اللي فاتت، الاهلي والزمالك، والاثنين وصلوا. نتمنى ان يحدث هذا الموسم ده ان شاء الله، وتكون القضيه ممكن باذن الله. سيبها كل حاجه في ميعادها بقى يا ابراهيم باذن الله. هقول لكم للاجيال الجديده من الجماهير اللي ممكن تكون رافضه فكره انه الفريق يخسر مباراه. انا معاك، لانه الاهلي عودنا على كده، والاهلي بيدفع الثمن انه عود جمهوره انه الحياه مكسب او مكسب، وان الرياضه فوز او مكسب، بس مفيش نتيجه ثالثه. لكن للاجيال الجديده هفكركم انه في 82 اول بطوله الاهلي حققها، خسر الاهلي من جرين بافالوز الزامبي 1-0 في مباراه الاياب، وقدر يعوض في المباراه الثانيه 3-1. في نفس البطوله الاهلي خسر من انيجو رينجرز بطل نيجيريا بهدف ذهابا، وفاز في العوده 4-87 في دور ال 16. الاهلي فاز على ليوباردز الكونغولي 6-0 في الذهاب، بس راح في الاياب خسر 2-1. خسر الاهلي من افريكا سبورت الايفواري بهدفين، فاز في العوده 2-0، وفاز بركلات الترجيح 4-1. في الدور قبل النهائي، كل ده في 87، الاهلي فاز في الذهاب 2 على كوتوكو، وخسر في الاياب بهدف نظيف. طب 2001 لما دخلت فكره دور المجموعات، 2001 الاهلي في دور المجموعات خسر من اسيكا ميموزا الايفواري بهدف نظيف، وخسر ايضا من بيترو اتلتيكو في القاهره 4-2. مباراه كانت غريبه وعجيبه ومؤلمه، الاهلي يخسر في القاهره 4-2. ده انا كنت قاعد في الاستاد. ما دي المباراه اللي خلتني يعني مش عايز احضر ماتشات بعد كده. احنا كسبنا هناك 3-1. كسبنا اول ماتش الملعب 3-1، كسب ريال مدريد الماتش الودي وسافر على انجولا، وسافر كسب 3-1. اهو في 20 دقيقه 4-0 خسرانين في ملعبنا، اللي هو فلافيو وبيلبرتو بقى واللي حصل منهم. كانوا لسه مع ده كايزر تشيفز، ده سان داونز في اللي. طيب السنه دي اللي انا خسرت فيها الخساره الكارثيه دي، انا كسبت افريقيا والسوبر بالظبط. يعني الافريقي، بص الاهلي يخسر في ملعبه 4، لكن ده دور مجموعات، يكمل ويكسب البطوله. هو ده زي ما بقول لكم كان الاهلي بهذا الشكل اللي كان عليه. 2006 الاهلي خسر في اول مباراه بدور المجموعات من الصفاقسي، ده في 2006. طب 2008 الاهلي خسر من بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي في دور ال 16. 2013 الاهلي في دور المجموعات خسر في القاهره من اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي. 2020 مباراه وحيده السنه اللي فاتت، سنه القاضيه ممكن، الاهلي بدا دور المجموعات بالهزيمه من النجم الساحلي، لكن استجمع قواه وكمل لغايه لما كسب البطوله. المغزى من هذا السرد ان التاريخ بيقول في مباراه كثيره يخسر الاهلي بعضها على ملعبه خسارات كبيره، ولكن الله يفقد الامل ويستشرف النصر من رحم الهزيمه. بالمناسبه بعد نجاح مصطفى محمد مع جلطة سراي بدات الجرايد تتكلم اليومين اللي فاتوا، وانا هنا المهندس عدي مش اوعدكم مش هيتحفظ لانه الخبر مهم. اليو ديانج نجم خط وسط الاهلي القوي والواعد، ناس كتيره بتتكلم على انه في اهتمام حقيقي من جلطة سراي بضمه بعد ما الاتراك نجح معاهم مصطفى محمد بسرعه. ديانج رايح تركيا؟ شفت اتكلموا على الاول زي ما قلت لك، جاي رايح بيراميد بعرض مش عارف شكله ايه، وفلان ماشي فين، ومحمد شريف جاي له ايه. انا على ديانج ما تتوهنيش، انا جاي لك اهو. رجعني من كاس العالم للانديه. ايوه ديانج جاي فجاه
في غير وقت الانتقالات. أيوة. في غير وقت الانتقالات. ايوه. ها تفتح له باب مخصوص. جاله عرض من جلطة سراي. بعرض لا يمكن رفضه. طبعا انا عارف ان الكلام ده مش صحيح، بس انت لما قلت لي انك عايز تسالني في هذا الكلام في البريك، قلت لا يكون حصل حاجه في اللحظات الاخيره انت ما عرفتهاش. انا عايز اعرف. كلمت امير توفيق في الفاصل. قال لي كلام عاري من الصحه. عاري من الصحه. ما قالناش حاجه. الاهلي لما يتكلم عرض دلوقتي لمصطفى محمد لا ده شغل لقالوا ديانج شغل وكلاء لاعبين، ممكن يكونوا هم بيقولوا لهم ما تجيب لكم ديانج ممكن. لكن ان في حاجه تواصل او في حاجه تدرس، لا ما فيش حاجه تدرس. وقالوا ديانج ما احنا لسه مستمر الراجل معانا ل 24 وما اظنش ان هو كام ل 26 يعني هو بيجدد لي عشان يقول لي انا عايز امشي. طيب يمكن النهارده او حالا كمان اداره النادي الاهلي، ده في شان مختلف شويه بس مهم وعاجل برضه، اداره النادي الاهلي بترسل خطاب مهم الى الاتحاد المصري لكره اليد. ارسلت اداره النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكره اليد تؤكد فيه رفضها استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضي، لأنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. جاء في حيثيات رفض إدارة النادي لقرار اتحاد اليد العديد من النقاط الرئيسية بيجملها بيان النادي الأهلي فيما يلي. واحد، سبق أن أعلن اتحاد اليد في اجتماعه مع ممثلي الأندية الموسم الماضي إبان أزمة كورونا عن عدم استكمال مسابقات الموسم، وكان ممثل النادي الأهلي الوحيد في ذات الاجتماع الذي طالب بالتأكيد على رفض ناديه لإلغاء المسابقات وضرورة استكمال بطولتي الدوري والكأس. ثانيا، قام اتحاد كرة اليد بتعديل موقفه خلال اجتماعه مع ممثلي أندية دوري المحترفين الذي جرى يوم الأربعاء 16/9/2020 بمجمع حمام السباحة باستاد القاهرة، وأعلن أنه سوف يستكمل مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة مثلما جرى في كل الاتحادات الرياضية التي قامت باستكمال مباريات الموسم الماضي في مواعيد لاحقة بموعد فتح القيد للموسم الجديد. ثالثا، عاد اتحاد اليد وأعلن أنه قرر استكمال مسابقات موسم 19-20 بقوائم الموسم الماضي لأسباب لا يزال يحتفظ بها لنفسه. وقام النادي الأهلي بالرد على اتحاد اليد في خطاب يوم 19/11/2020 سرد فيه أسباب رفضه لهذا القرار الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، ولم يتلقى الأهلي أي رد حتى الآن من الاتحاد. رابعا، اللعب بقوائم الموسم الماضي بعدما خلت قوائم الأندية الحالية من العديد من اللاعبين الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي سواء بالبيع أو بالإعارة أو الاستغناء يخالف كل اللوائح، خاصة أن هناك موسما جديدا بدأ بشروط جديدة وجرى قيد وتسجيل لاعبين جدد في كل الأندية، والنادي الأهلي مثلا فقد أكثر من 7 لاعبين من قائمة الموسم الماضي وقام بقيد 6 لاعبين آخرين. اللعب بقوائم الموسم الماضي 19-20 يعني أن كل ناد سوف يترك لاعبيه الذين تعاقد معهم في بداية هذا الموسم ليعودوا إلى أنديتهم السابقة بشكل مؤقت لاستكمال مباريات الموسم الماضي ثم يعودوا إلى ناديهم الحالي مرة أخرى. هل ده منطق؟ يتساءل البيان. وما الآلية التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للعودة إلى أنديتها السابقة؟ وكيف لنادي مثل الأهلي أن يستعيد لاعبيه السابقين ومنهم الأجانب الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي وانتقلوا لأندية أخرى في دول أخرى؟ وهل أنديتهم التي لا تتبع الاتحاد المصري لكرة اليد سوف تسمح لهم بذلك؟ وماذا لو كان هؤلاء اللاعبون الذين كانوا مقيدين في الموسم الماضي مرتبطين بمباريات رسمية مع أنديتهم الحالية خارج البلاد وقت الحاجة إليهم؟ وماذا لو تعرض لاعب لإصابة خطيرة أو عقوبة كبيرة عند عودته
إلى ناديه السابق بشكل مؤقت. بيضيف بيان الأهلي: المنظومة الفنية الخاصة بإدارة نشاط الاتحاد المصري لكرة اليد لموسم 2020 لم يأتي ضمن بنودها الرئيسية أو الفرعية ما يفيد قيام اتحاد اليد باستكمال مسابقات الموسم المنصرم 19-20 سواء بقوائم الموسم الماضي أو الحالي، كما لم تتضمن ذات المنظومة الفنية السماح من جانب اتحاد اليد للأندية باستعادة لاعبيها الذين كانوا مقيدين لديها الموسم الماضي لاستكمال مسابقات الموسم الحالي. وجاء في ختام خطاب الاتحاد الترحيب باستكمال مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة وبالشكل الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة ويحتفظ النادي بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كل الجهات المعنية للحفاظ على حقوقه الفنية والأدبية. شوف، اللي عايز يتمعن هيلاقي كل الأسئلة المنطقية والردود المنطقية عليها في هذا البيان اللي دقيق جدا، اللي نرجو اتحاد كرة اليد يرد على كل كلمة فيه. احنا يعني كنا متفقين ما نتعرضش لما يحدث داخل أروقة الاتحاد، أسرة كرة اليد المصرية. أيوة. لكن البعض يريد أن يأخذ المشكلة التي حدثت لرئيس الاتحاد في سياق إنها مسألة. لا يا أستاذ إبراهيم، معلش خلينا في بيان الأهلي. لا يا أستاذ إبراهيم ما حكمتش فيها. اتفضل. أستاذ إبراهيم. اتفضل. إحنا هنتكلم على الموضوع ده. اتفضل. ما هو إحنا رافضين الربط بين إن إقحام النادي الأهلي في المشكلة، علشان الموضوع ده الأهلي مش موافق عليه. لا إطلاقا. الأهلي لما اتقال هنلغي المسابقة السنة اللي فاتت، النادي الوحيد اللي قال لا عايزين نكمل، صح ولا غلط؟ أيوه. إذا النادي الأهلي السنة اللي فاتت ما كانش يعني في أحسن حالاته، مش كده؟ أيوة. ولكن كان يرغب في إن الموسم يمشي بشكل طبيعي تخوفا من الدربكة اللي بتحصل دلوقتي. طيب أنت دلوقتي عملت اجتماعية، قلت هلعب الموسم اللي فات بالقوائم الجديدة، قلنا لك زي بعض. أوكي. رجعت تاني دلوقتي فجأة بتقول لا الموسم اللي فات بالقوائم القديمة. وهذا السرد اللي بيقول لك استحالة انك تلعب بالقوائم القديمة، اللهم الا اذا كان اتحاد كرة اليد يرى ان الاهلي اللي هو الحقيقة هي البطولة هتنحصر بين الاهلي وبين الزمالك، فرص الزمالك اكتر بالقياس لوضعه في الموسم الماضي. لكن انت كده عايز تلعبني بقى ربما ان الاجابه على كل التحفظات يقول لك خلاص انت لعيبه مشيت عندك العب بالباقي، العب بالباقي. هل هذا منطقي؟ ابقى ماشي سبع لعيبه النادي الاهلي يلعب من غير سبع لعيبه مشيت؟ وعلى فكره بعضهم راح النادي المنافس او يروح لاي حته. انا بكلمك يعني انت شوف الدربكه. وليه؟ ليه كل ده؟ ليه ما وافقتش على استكمال المسابقه؟ ليه ما وافقتش في الاول على نلعب بالقوائم الجديد؟ ليه دلوقتي عايز تبتكر حاجه غريبه جدا غير مسبوقه وتدخلها في مشكله اكبر عشان تعديها؟ خلي المشكله الكبيره دي مش بتاعتنا وليس لنا ان نعلق فيها، لان انت لا عندك اسرارها ولا يحق لك الحديث فيها. دي مساله اكبر من ان احنا نناقشها. لكن احنا نناقش الدربكه اللي انت عايز تصدرها للمسابقة ولكرة اليد اللي بتعيش لحظات جيدة. ليه عايزين نعمل فيها هذه التوترات؟ طيب هنا هذا البيان المطول زي ما المهندس عدل فصصه لكم. الأهلي يا اتحاد اليد، الأهلي أول قعدة قال لك الدوري يرجع والمسابقات ترجع، برغم أن الزمالك كان هو المتقدم وكان أقرب للتتويج، بس الأهلي وقتها نفس المبدأ اللي كان بيطالب فيه كرة القدم وفي كل الألعاب، عودة النشاط، رفضته. وبعد لما وافقته قلته هنلعب بقوائم الموسم الجديد وده المنطقي. الاهلي خرج منه سبع لعيبه. البيان بيقول له يا عم اللعيبه دول منهم ناس اجانب سافرت بلادها، منهم ناس انتقلت لانديه اخرى، عندك اليه تخليني العب؟ بتقول لي الجداد اللي انت جبتهم السته ما يلعبوش. طب السته ما يلعبوش، طب السبعه اللي خرجوا تملك تجيبهم لي؟ لاعب راح نادي الزمالك او راح لاي نادي اقول له لا عطل نفسك وتعالى، هنرجع عقارب الزمن لورا لمده كام شهر، انت دلوقتي
لعيب لسه في النادي الاهلي. وده يحصل ازاي؟ على فكره عمليا والاليه بتاعته يحصل ازاي؟ لو اللعيب مصاب انت هتجيبه منين؟ لو اللعيب معاقب في نادي بره وممنوع انه يلعب تملك ترفع عنه العقاب انت ازاي؟ ايه 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 اللخبطيطه اللي انتوا فرضينها ديت؟ انت عندك حلين ثلاثه. المنطقي في ظل الظرف الاستثنائي الحالي ان المسابقه تستكمل باللعيبه الجداد. الاهلي هيستفيد من لعيبته الجداد والزمالك هيستفيد من لعيبته الجداد والبقيه الانديه المنافسه في المباراتين اللي باقيين لكل فريق هيستفيدوا باللعيبه الجديده. ده الوضع الاستثنائي اللي حاصل من الجائحه. ده مش هينفع وانت هيبقى صعب عليك ان انت توافق ان الاهلي يلعب بالجداد. المسابقه هتنتهي او هتلغى كما الغيت بعض كده. المسابقات في العالم انك تبقى في مسابقه لعبت تقريبا نصها وبتستكمل المسابقه السابقه. يعني المناخ ازاي والتركيز ازاي والاهداف تتوتر ازاي؟ اذا كانت المساله مساله ترتيب واهداء بطولات اعمل اللي انت عايزه بعيدا عن هذا الحال. بالظبط. اعتمد يا اخي. لكن الاهلي بيقول لك انا محتفظ بحقي الادبي والقانوني والرياضي والمنطقي. لانه اللي حصل ده فعلا محدش يملكه ابدا. الا لو انت مصمم توجه البطولات في اتجاه معين هذا شانك وليحتفظ الاهلي بحقه. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت ازمه كره اليد زي ما قلنا لكم. وده كان بيان النادي الاهلي الى الاتحاد المصري لكره اليد حفاظا على حقوق النادي. واعتقد بيستند الاهلي فيه الى الموقف المنطقي جدا والقانوني والطبيعي جدا. اي حد هيناقشه من هذا الاتجاه المساله في منتهى المنطقيه والوضوح. ده كان الموقف. لكن تاريخ الاهلي يحوي الكثير من الشموع الحمراء. احمد حسنين باشا، ايه التاريخ المشرف ده يا باشمهندس؟ طبعا ما يعني احنا كل شويه لازم نقف كده ونبص على اللي فات عشان نعرف ليه الاهلي يعني واقف على حيله لحد النهارده من هؤلاء الشموع الحمراء. من هؤلاء ومنهم احمد حسنين باشا. باشا ده اول لاعب اولمبي احد رؤساء النادي الاهلي. نشوف هذا التقرير ونرجع نسال عليه المهندس عادل. يعد الرياضي أحمد حسنين باشا الرئيس الخامس للنادي الأهلي من الشخصيات المؤثرة في الحياة المصرية العامة. أحمد محمد حسنين باشا رائد رياضة السلاح في مصر من مواليد 31 من أكتوبر عام 1889. كان والده أحد المقربين من الخديوي عباس ثم السلطان حسين كامل. وعند تولي الملك فؤاد الحكم تمكن والده من الحصول على توصية من رجال البلاط لابنه الوحيد أحمد من اللورد ميلر لإلحاقه بإحدى الجامعات البريطانية حيث تخرج من أكسفورد. وبعد ذلك شغل عدة وظائف، ففي عام 1920 عمل كمساعد مفتش بوزارة الداخلية ثم منتدب لمفاوضة إيطاليا بشأن الحدود الغربية عام 1924، ثم أمين للملك فؤاد عام 1924. كما تم انتدابه لملازمة ولي العهد فاروق في رحلته الدراسية بلندن في أكتوبر عام 1935، وقد ساعد ذلك في توليه منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق عام 1940. قام أحمد حسنين بعدة رحلات لاستكشاف الصحراء الغربية بمصر وليبيا، وتم منحه الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية العالمية للاكتشافات، ومنحته الجمعية البريطانية لقب رحال عظيم. عرضت عليه أمريكا أن يلقي محاضرات عن رحلاته الاستكشافية في الصحراء على أن يلقيها وهو يرتدي الزي البدوي، فرفض أن يكون أراجوز لكي يرضي الأمريكيين مقابل 25,000 دولار. كان أحمد حسنين باشا رياضيا وبطلا في لعبة الشيش وممثل العرب الوحيد في أولمبياد ستوكهولم عام 1912. كما كان أول رئيس بعثة أولمبية لمصر في الألعاب الأولمبية ببروكسل عام 1920.
وكان لاعبا في هذه الدورة أيضا، وهو من أول من قاد الطائرات، وحاول أن يكون أول مصري يقود طائرته الخاصة بمفرده من أوروبا إلى مصر. تولى رئاسة النادي الأهلي المصري في الفترة من عام 1944 وحتى عام 1946، كما كان عضوا باللجنة الأولمبية المصرية من عام 1934 وحتى عام 1938، ووكيل الاتحاد المصري لكرة القدم من عام 1928 وحتى عام 1937. تم تناول شخصيته في عدد من الأفلام والمسلسلات والأعمال الأدبية، ووافته المنية في 19 من فبراير عام 1946 في حادث مروري غامض على كوبري قصر نيل، وخرجت صحف العالم ومصر في اليوم التالي تحمل أخبار الحادث الذي راح ضحيته رئيس الديوان الملكي، مع الإشارة إلى منح اسم الفقيد الوشاح الأكبر من نيشان محمد علي. وقالت بعض الصحف إنها تشك في أن الحادث قضاء وقدر. شفتوا هذا الثراء في الشخصية، هذا التنوع، رائد في كل اتجاه، رياضي أولمبي، رياضة السلاح، اللجنة الأولمبية، رئيس النادي الأهلي، و ثم رحالة عظيم بيستكشف وهو خريج أكسفورد، ويطلب عشان يعمل محاضرات، شوفوا الشموخ بقى، بمقابل فلوس، بس الشرط البيزنس زي البدوي. ايه الحاجة العجيبة دي؟ هو ما ارتاحش للكلام ده، قال لهم انا مش أراجوز، عايزيني اقدم محاضرات، ما فيش حاجة اسمها البس ايه. ولكن ايضا التحدي لم يتوقف، يوم يبقى اول طيار ويتعلم الطيران. وكان مثل هذه الشخصيات العجيبة الفريدة المتنوعة المقتحمة الرائدة لازم تموت موتة درامية غامضة. حادث على كوبري قصر النيل. وبالمناسبة احنا أصررنا ليه المرة دي، يعني فضيل وقت هذه الأيام، لأن في مثل هذه الأيام من عام 46، من عام 46 توفاه الله 19 فبراير 46، كان حادث علينا جميعا، ونرجع إلى الجذور لنفخر بها. هذه هي الشموع الحمراء، وهذه هي تفاصيل تاريخ الأهلي العتيد والعريق. علشان كده لما بيتقال من شيوخك اكتسبنا مجدنا، ده مش من فراغ، لانه هذا الارث الحضاري الكبير. النادي الاهلي كان اول نادي يصدر بحقه امر ملكي بوضعه تحت الرعايه الملكيه، الاهلي كان هو اللي صدر له هذا القرار، لكن في كل زمان دائما وابدا تعتز مصر الغاليه بابنها الغالي الاهلي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.